اهلا وسهلا فيكم يا شباب في فيديو تجاره جديد. طبعا اليوم معنا فيديو تجاره اليوم بتاريخ 1/6 مع نزول التشكيله الثالثه من المتحولون، وعده اشياء نزلت اليوم خلت فيه شويه سبلاي على اللاعبين، وخلت فيه لاعبين كل اللاعبين يعني يفتحوا باكجات، فاللاعبين اسعارها بتبدا ترخص مثل كل اسبوع يوم الجمعه والسبت والاحد افضل وقت لشراء اللاعبين اللي نتاجر فيهم، وبعدين بنبيع على الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، طبعا يعني على حسب نزول تحديات ايضا خلال الاسبوع. ولكن الاسابيع اللي فاتت كان في غلاء جدا 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 باسعار اللاعبين، يعني ريت 83 في لاعبين وصلوا ل 6000 وال 7000، ريت 83، ريت ال 84 كانوا عم ينباعوا بالماكس طبعا، ففي غلاء جدا بالاسعار. اليوم راح يعني هذا الفيديو راح افصلكم فيه كيف تجيبوا اللاعبين ومين اللاعبين اللي راح نتاجر بيهم هذا الاسبوع. طبعا الشراء اليوم حاليا هلا عم صور يوم الجمعه الساعه 10 او 11 بالليل، طبعا الشراء راح يكون اليوم بالليل على الفجر او بكره الصبح او بكره طول اليوم يعني، ويوم الاحد ايضا الصبح بنقدر نلحق نجيب شويه نسخ، فما تستعجل وتجيب بنفس اليوم، حاول على قد ما تقدر تصيد وتعمل مزايدات على اللاعبين اللي راح اقول عليهم. طبعا بتقدر تدخل باي ميزانيه بدك اياها، وكل التجاره هي مضمونه، اقل شيء اذا ما بعناهم بمكسب بنبيع بنفس السعر وما بنخسر. طبعا ادخل على جروب التجاره اللي فيه 400 شخص على الواتساب، اللينك تحت بالبايو لحتى تتابع معنا ايمت وقت البيع. هلا مين بدنا نجيب؟ اول شيء نبدا باول كم لاعب. اول شيء بتروح بتعمل الجوده ذهبي نادر، وبعدين بتحط سي بي، وبعدين بتحط دوري اسباني، جنسيه اسباني. طبعا هدول اللاعبين وقت بينزل تحديات بتطلبهم بكون اسعارهم 2500 وانت طالع على منصه البي سي. طبعا هي التجاره لكل المنصات، بس الاسعار بتختلف 200 300 كوينز بين كل منصه ومنصه. حاليا طبعا يعني 1600 ممكن تلاقي كم نسخه. هن اللاعبين تقريبا او ثلاث لاعبين، ناتشو وماريو هيرموز وباوتوريس. طبعا احيانا بيجي صيدات بالغلط مثل بيكيه بنقدر نصيده بنفس السعر وكل هالشيء. هذا الفلتر مثل ما انكم شايفين اي لاعب بتقدروا تحصلوا عليه ب 1600 1700 1500 مزايدات صيدات، يعني اي طريقه بتقدروا تجيبون بهذا السعر 1500 1600 1700 1800 اخركم يعني. هذا اذا عم تشوف الفيديو يوم الاحد بالليل وخلص الاسعار بدات ترفع، ولكن هلا مثل ما عم تشوفوا ب 1500 بنقدر نجيبهم بسهوله. اذا ما بتلاقي ب 1500 صار شراء فوري تدخل على المزايدات. طبعا اذا مالك قادر تاخذهم مزايده، اذا مالك قادر تاخذهم صيدات بتقدر تزايد على هناك، يعني بتقدر تزايد على كل هدول، واي لاعب بتقدر تاخذه تحت ال 1500 تمام. فهي هي طرقتين الشراء لاي لاعب، يعني اي لاعب بقول عليه يا بناخذ مزايدات يا بناخذ صيدات. هلا نروح على شيء ثاني ايضا نفس الشيء، سي بي ذهبي نادر ودوري ايطالي. هذا بنجيبه كلهم يعني مو بس لاعب واحد، ولكن في لاعب احيانا ما بيغلى اللي هو لويس فيليبي. طبعا هي الصيده بتوقع سيربي وكاجار اكثر لاعبين ممتازين وبيرفعوا رفع مو طبيعي، يعني ممكن يوصلوا ل 5000. نحن بنجيبهم على 2000 1600 1500 1800. طبعا على البي سي على البلاي ستيشن ممكن نجيبهم ارخص، شوفوا ب 1900 رح نلاقي منهم كثير. حاله لويس فيليبي تاخذوا منه 5-6 نسخ، لانه لما بيغلى بيغلى بطريقه جنونيه، لانه احيانا في تحديات بيطلبوا برازيلي، في تحديات بيطلبوا هيك شيء، يعني بيغلى. بس المضمونين اكثر كاجار واسيربي. طبعا في منهم على 1800 1900 في كثير، بتقدروا تاخذوهم مزايدات على 1500 بسهوله، ما حدا بيضايقكم لانه ما في عليهم طلب. هلا ناخذهم ونخزنهم ومنبيعهم طبعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء وقت ما لكم على الوقت، او انتم تابعوا مع نفسكم اسعار السوق وبس ينزل تحدي الساعه 7 شوفوا قديش صاروا سعرهم، يعني كل يوم بيغلوا. خلينا نترك هدول اللاعبين ونروح على اللاعبين اللي بعده. في لاعب ممتاز هو ساؤول، لاعب تشيلسي الانجليزي، وهو جنسيه اسبانيه وريت ممتاز جدا وذهبي نادر، ففيه كل المقومات تبعت انه يغلى، وطبعا بيوصل ل 5000 و6000 بسهوله. طبعا حاليا سعره 1100 2000 2200 هيك شيء، بكره ممكن يرخص شوي 300 400 كوينز، فبكره فرصه شراء ممتازه، وايضا نقدر ناخذ مزايدات 1800 1700 1600. طبعا هي اللاعبين مضمونين جدا تجاره فيهم، ما في ولا لاعب بيخسر. بس مشان اسرع خلينا نشوف لاعب ثاني، كوفازيتش، اللاعبين جدا ايضا اللي بتغلى ايضا على 1800 2000 هيك شيء، 2000 في نسخه ب 1600 هي صيده خلصت طبعا صيده يعني. هلا سعره 2000 2000 ممكن نلاقيه على 2300، هلا والله غالي ما بعرف، يمكن في تحدي طالبه، ولكن هو سعره يعني بيوصل لل 2000. هلا حاليا سعره 2800، ولكن بكره ممكن نلاقيه على 2000 عادي. ولاعب ممتاز جدا بيرفع يعني، هلا ما في غلا و 2800. ايضا طبعا عندنا ماتيب وعندنا لاعبين من ليفربول، ولكن حاليا ليفربول اسعارهم كثير غاليه لانه في ماركي ماتشيب. طبعا مين راح اقول لكم كمان، في عندنا توماس بارتي من ارسنال،
ب 1900، ممكن تلاقيه كتير منه يعني ب 2000 1000 هيك. سعر الريت ال 83 عموما من 2000 ل 1500 او 2200 اكتر شيء اذا دوري انجليزي يعني. طيب راح اقول لكم على اخر لاعب ايضا اسبيليكويتا من ريت 83، وبعدين نروح على لاعبين تانيين ممكن يكون سعره غالي شوي يعني. شوفوا 2000 ممكن نلاقي 2500 2600، بتقدروا تاخذوه على 2000 مزايدات. وايضا من الناس اللي مضمون انه يغلى هي 2200 وانا ما جبته، روح صيد. طبعا بتقدروا انتم تدخلوا تصيدوا وتشتغلوا يعني معكم اليوم وبكره واللي بعده. هي ريت 83، ريت ال 84 مين فيهم اللي ممتاز؟ اول واحد بيريرا، ريكاردو بيريرا. ريكاردو بيريرا من الناس اللي بترفع كتير بشكل مو طبيعي يعني، هو حاليا اصلا رافع سعره، ولكن يعني ممكن ينزل بكره او اللي بعده وممكن ما ينزل. فاذا ما نزل بنشوف لاعبين تانيين. طبعا هو سعره من 3500 ل 4000 ماكس. نشوف واحد تاني تريبير، طبعا تريبير نفس الشيء نفس ريكاردو بيريرا، ولكن ما بيغلى يعني. ريكاردو بيريرا اكتر واحد بيغلى لانه جنسيه هجينه يعني. شوفوا اسعار ال 84 لحد الان ما نزلت، لحد الان بالاربعه، اربعه ونص، خمسه، فلازم نستنى اليوم وبكره هوا. لما ينزلوا الاربعه نجيبهم او ثلاثه ونص. طبعا هاي الاسعار كلها للبي سي، بلاي ستيشن اسعارهم ارخص. ماجواير ما في، دخية ما بتوقع ايضا الاقي بخمسة، والله لقينا والله صيدات هي دخية سعره ممتاز. انا ما بعرف اذا هي صيدة ولا شو، بس 3000 ممتاز جدا، بيوصل ل 6000 و7000 يعني سعره جدا ممتاز اصلا. حاليا في ماركة ماتشب على مانشستر يونايتد لهيك، ممكن يكون ما حدا منتبه له، ولكن اصلا ليكو بحث على 5000 ما في غير هي النسختين صيدتين يعني. فبتقدروا تصيدوا مثلي وتجيبوا وتبيعوه على 5000، راح ينباع معكم على سهول بسهوله يعني. نشوف لاعب تاني ريت 84، هذا ارخص لاعبين من ريت 84 تبيتش. شوف قد ايش سعره حاليا، ممكن يكون 3000 والله يعني. اسعار الريت 84 لحد الان ما نزلت، ممكن تنزل بكره، وبكره بكون افضل وقت للشراء. 4000 حاليا تادتش وإليتش، هذول ارخص لاعبين ريت 84 يعني حاليا ب 4000. بس ينزل على 3000 او 2500 طبعا ما بتوقع ينزل لانه ما في تفتيح باكجات كتير، ولكن بنقدر ناخذ صيدات ومزايدات. في لاعب راح اقول لكم عليه هو اليكس تيليس، بتوقع ما نزل سعره يعني كتير. هو بالعادي بيكون ب 1200 و 1300 طبعا بكل سهوله، حاليا 2600 يعني. هاي اللي عم اقول لكم لتحضروا حالكم لبكره، اكيد هلا مو وقت شراء يعني. هذا الفيديو اصلا لبين ما ينزل بده ساعتين. فالناس اللي بقول لكم عليهم اسعارهم بتلاقون وقت تنزيل الفيديو مثل ما عم اقول جيبون، ما لقيتوهم جيبون باليوم الثاني، اكيد رح تلاقون رخصوا. ايضا في يعني هي للميزانات الضعيفه جدا، ذهبي شائع سي بي دوري اسباني، وجيبون على 600 550، وراح يرفعوا ايضا وقت التحدي يوصلوا ل 1000 كوينز. فهي ميزانات ضعيفه يعني، اذا معك 25000 30000 50000 جيب من هدول على 500 350 400 وقت وقت هذا يعني الجمعه والسبت، وبيعون الاثنين والثلاثاء وقت نزول التحديات. طبعا اللي معه ميزانيات كبيره مثل مليون واكثر فينه يتاجر بلاعبين التوتس، ولكن حاليا يعني اسعارهم غاليه جدا. بس يعني هي التجاره كان مضمونه، بس يعني ممكن تستنى عليهم شوي لبين ما ينزل التحدي. على الاقل توتس صاير يعني، انا صار لي زمان ما تاجرت بالتوتس يا محمد يعني. اقل توتس صاير بالسوق 75000، كانوا عم يبيعوا ب 20000 قبل ما يقطعوا من السوق يعني. الواحد اذا مخزن 100 نسخه مربح يعني مربح 200%. طبعا اقل نسخه بالسوق هي 75000، وفي لاعبين ريت 94 يعني بس عم يطيروا يعني. هدول بتقدر تاخذهم وتتاجر فيهم وتبيعهم وقت ينزل اي تحدي، ممكن يوصلوا ل 100000. طبعا انا ذكرت لكم 10 اشياء بتقدروا تتاجروا فيهم يعني، مو لاعب او 10 لاعبين لا يعني. اعطيتكم فلاتر بتقدروا تجيبوا منهم لاعبين، اعطيتكم اشياء ريتات، اعطيتكم لاعبين ممتازين. فيعني ما ضروري تنحصروا بلاعب واحد، طبقوا الفكره اللي عم اقولها وراح تربحوا اكيد 100%. يعني سبحان الله كل يوم انا بطالع 300 و 400000 وببيع يعني. اللي بيسالني وين الكوينز اللي عم طالعه، انا ببيع كوينز. اللي بده يشتري ايضا كوينز بي سي يبعث لي تحت، راح يلاقي اصلا رقمي على الواتس بالجروب نفسه، انا المشرف. اللي حابب يشتري كوينز موجود الطرق، باي بال وفودافون كاش واي شيء بدك اياه خبرني، وانا عندي كوينز باذن الله بقدر ابيعك. فاللي محتاج يحكي معي. وهي جبنا اسيربي وجبنا كجار على 1600 و 1500 وجبنا دخيا على 3000، فالموضوع سهل جدا. شوفوا هدول اللاعبين ومستحيل تخسروا. اذا بدكم تشوفوا وقت البيع بالضبط ادخلوا على جروب الواتس، راح تلاقيني عم نزل وقت البيع برساله بيعوا هذا اللاعب بهذا السعر، وراح تربحوا بشكل مو طبيعي يعني. اذا معكم 100000 واشتريتوا من هدول اللاعبين ممكن يوصلوا 200000 اقل شيء. واللاعبين هدول مضمونين جدا، كل اسبوع منتاجر فيهم ومنتاجر بلاعبين تانيين وبيغلوا. فاذا حابين تشوفوا لاعبين تانيين ادخلوا على جروب الواتس، الجروب مجاني يعني ما فيه اي شيء.
وشكرا لكم على المتابعة، كان معكم أحمد سلام قناة سلاي سبورت، ويلا أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.